هذا كونه كيف الفريق يرجع ولو ما صار له هذا يعني أمور ما كانش منتظرة، لكن أرجع في الفريق وهذا سد نوت المنطال متاعنا إلي بيا، وهذا كامل اللي بدينا نخدمه تميت يسب المنطال متاع اللعيبة باش نغطي المورال نكونوا موجودين في أي لحظة مهما تكون النتيجة. هذا كل عملنا ليه لأن ديما العمل النفسي يعني عمل تقليد يومي في كل مكان وفي كل وقت مع أي لاعب يجي أنا تعمل له. الحمد لله نعتبر نجحنا في العمل النفسي لأن المدرب يعني يجب يعمل الأشياء هذه كل متكاملة باش الفريق عندنا تصير له حتى الهدف اللي قبلناه يعني قادر باش يرجع ولعبنا وسيطرنا في الآخر مقابلة حتى الآخر. حاجة جميلة ياسر عندما تشوف ظهير أيسر هو اللي يتوغى تلقى قلب الدفاع هو قلب هجوم، فهمتني حاجة شيء سي اكستراوردينير.